اهلا بحضرتك من جديد. ملاحظين طبعا في ماتش سموحه امبارح الظاهره اللي الناس كلها مزعلاها، الفرص الكتيره اللي بتضيع، وفي كل مباراه نخرج نقول ضاعت كام فرصه. عشان كده حبينا نستثمر الموقف ونجيب فرود عشان نشوف ايه سبب ضياع الفرص، ويمكن يساعدنا شويه الكابتن احمد بلال. كابتن احمد اهلا بيك. يا اهلا وسهلا بيك استاذ ابراهيم، اهلا بيك طبعا. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. والله اكرم علينا يا رب وعليك، وطبعا الباشمهندس يعني عدلي يعني من الناس اللي انا بحبهم طبعا وبستمتع بيهم. مضوك كتير صح؟ ايه؟ مضوك كتير. باشمهندس عدلي والله بالتليفون والله. انت عارف اخر مره رجع؟ اخر مره رجع من تركيا بقى عمل ايه؟ لقيته بيتكلمني. يا باشمهندس انت رايح مكتبك امتى؟ قلت له بكره الصبح اذن. قال لي طيب عشان انا حاسب لك العقد. الله. ما ده وسابه. وسابوني في المكان. كان راجع لسه من تركيا بقى. انت قررت خلاص هتقعد؟ قال لي ومضيت العقد وسايبه لك في المكان. ما هو شويه نحاور وشويه نبقى ايوه السلكان. يعني عايز اقول ايه؟ ان مساله ان ارتباط النجوم بالنادي الاهلي ما كانتش موضع سؤال الحقيقه يعني. عندي عايز اخد تجربه الاحترافيه سواء هو محمد فاروق اللي خدوها يعني محمد يوسف صحيح. لكن كله كان في دماغه هاخدها وبعدين هو بيتي ده. فده برضو حاجه على المشي كده عشان الناس نفكرها ازاي الدنيا واللعيبه نجومنا الكبار. احمد جوال ربنا يخليك يا باشمهندس. مين اللي سماك احمد جوال؟ كابتن كبير. طيب نشوف في التقرير ده ومضات من مسيره احمد جوال قبل ما نبدا الحوار معاه. احمد بلال مهاجم شرس صاحب مهارات خاصة ولديه القدرة على تسجيل الأهداف بكل شكل ولون، يعد واحدا من أبرز المهاجمين الهدافين في تاريخ منتخب مصر والنادي الأهلي. منذ بدايته القوية مع منتخبات الناشئين والشباب منح الجميع انطباعا أنهم على موعد مع مهاجم من طراز خاص يمتاز برد فعل سريع جدا أمام مرمى الخصوم، ويجيد التعامل مهاريا مع الكرة ويروضها على طريقة الكبار، ويسجل الأهداف بالقدم والرأس. من مواليد 20 أغسطس عام 1980 بدأ مشواره مع كرة القدم من الشرقية قبل أن يقدم أوراق اعتماده لعشاق الساحرة المستديرة من خلال مشاركته مع منتخب مصر في مونديال الشباب الذي أقيم في مصر عام 1997 بعد التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا في العام ذاته، كما توج مع المنتخب الأولمبي بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب الفرانكفون موسم 2001. ومع التألق اللافت للنظر لبلال في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي تصعيده إلى الفريق الأول ليواصل رحلة التألق والعطاء ويسجل أهدافا كانت عنوان انتصارات المارد الأحمر. ولأهدافه الغزيرة توج أحمد بلال بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفا موسم 2002-2003. حقق أحمد بلال مع النادي الأهلي العديد من الألقاب، 7 بطولات دوري ممتاز، و4 لكأس مصر، و3 كأس سوبر مصري، و3 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وأخيرا بطولة كأس السوبر الإفريقي. ومع منتخب مصر خاض أحمد بلال 27 مباراة سجل خلالها 19 هدفا منها سوبر هاتريك في مباراة الفراعنة ضد مدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وهاتريك في مرمى كينيا في دورة حوض النيل الودية. ومع النادي الأهلي خاض أحمد بلال ما يزيد عن 150 مباراة سجل خلالها ما يقارب 70 هدفا منها 55 في مسابقة الدوري و5 في مسابقة كأس مصر و9 في البطولات الإفريقية وأخيرا هدفان في البطولات العربية. مسيره الحياه وجون ما شاء الله يا بلال. خليك يا استاذ ابراهيم. يعني لسه بقى في الفصل كنت بقول لكابتن بلال اجوانه مهمه جدا، لكن انا حبيت جون له في الاسماعيلي في ماتش 4-4.
كنا عمالين نفكر في نفتكر فيه. يعني بص الجول ده فعلا مباراه مجنونه. لا المباراه صعبه جدا. اعتقد جداً. اسرع مباراه في تاريخ الكوره في مصر. يعني انا كنت مستمتع في الحقيقه في المباراه. طبعا يعني كلنا عارف يعني انا احنا كسبنا الزمالك 6-1 وكانت وكنت بشوف ان المباراه من اسهل المباريات اللي انا لعبتها في حياتي. مباراه ال 6-1 دي عارف انت نازل من اول دقيقه مش من اول دقيقه من اول 20 ثانيه جول في الثاني في الثالث في الرابع على ظهرها تنور على ظهرها. لك الحاجه بمناسبه 6-1 احنا طلعنا بعد الماتش يعني خلصنا الماتش وداخلين بقى في اوضه اللبس فلقيت مستر مانويل عمال يزعق وبتاع انا بتخانق مع حد بعد الماتش فين ابراهيم زعيق لا لا سيبك من مش من ابراهيم طبعا الخناقه بتاعت ابراهيم بس لقيته عمال يزعق وبتاع على الفرص اللي ضاعت فلقيته يا جماعه في ايه في لقيته بيقول ازاي ما نكسبش 10 10 مين حد يفهمه ان ده الزمالك يعني سته كده كتير ضيعنا فرص بجد ضيعنا فرص كتير قوي وكنا عملنا ماتش رائع جدا ماتش الاسماعيلي كان بعديه على طول الماتش اللي بعديه على طول واحنا في ملعب مستمتعين انا كنت مستمتع الحقيقه والاسماعيلي كان عمل ماتش كويس قوي 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 والجول الاول التعادل اللي انا جبته يعني انا بعتبره من لا احسن جول جبته في حياتي انا ده احسن جول جبته في حياتي يعني انا كده بقعد ساعات كده حتى العيال ولادي بقعد افرجهم اقول لهم تعالوا اتفرجوا كده لما جيبوا سيره الهدافين بتوع اوروبا وبتاع ومصر ومين لما عيبوا عليك في حاجه لا تعالوا اقول لكم انت يا بابا ما كنتش رايح تجيب جول طب تعالى 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 اتفرج عليا اقعد اتفرجوا على الجول ده والجول برده الثاني بتاع الاسماعيلي يعني برده ده من احسن الاهداف اللي انا سجلتها في حياتي الحقيقه كان فيها توفيق وغير طبيعي ده الجول الاول يمكن هو ده يعني بص حاجه كده ايه وبعدين بالشمال وراحت في البعيده يعني فيها حاجات كتير قوي قوي يعني الحمد لله يعني كان من افضل الماتشات وافضل الاهداف اللي انا سجلتها يمكن في خلال مسيرتي مع النادي الاهلي كابتن بلال يعني كويس ان انت قلت 6-1 ومضيعين فرص كتيره جدا فكره ضياع الفرص من الفراوده انت دلوقتي وانت بتشوفها كمحلل حتى ليه بص هقول لك على حاجه يمكن انا بس الاول هجيب الموضوع من اوله الفراوده الاول فين الفراوده تمام محتاج يبقى عندك اكتر من فرود يعني احنا زمان كان التنافس كبير جدا يعني كنا في الاهلي زمان انا لما طلعت العب في الدرجه الاولى هقول لك موقف كده صغير مر عليا وانا عندي لسه 18 سنه كده فواقف على انت عارف سور الحديد بتاع النادي وقاعد التمرين فانا قاعد كده وبعدين كان معايا اتنين زمايلي فعملوا لي يا رب سبحان الله يعني حسام حسن وفيليكس وعلي ماهر علاء ابراهيم محمد فاروق واحمد صلاح حسني كان لسه بيطلع تمام وعندنا كان مهاجم افريقي مش متذكر مين تاني بس فعملوا لي يا رب سبحان الله عندي 18 سنه خلاص كان فيليكس ولا كان بطل فيليكس كان فيليكس كان موجود لسه كان لسه موجود ما كانش لسه مش كان سافر وجاله عادي بعديها في اليونان فقعد ماسك الحديد كده قول لي يا رب سبحان الله يعني انا لعبت كاس عالم وبلعب بقى منتخب شباب بس هروح فين من الكم الغير طبيعي من المهاجمين الاسماء الكبيره يعني ساعتها كان حسام حسن طبعا كابتن حسام وفيليكس كان مكسر الدنيا وخد بالك قبل ما يعني كان جراجع ومكسر الدنيا طبعا كان احمد كشري صحيح كان موجود واحمد كشري كان موجود برضه في كشري طبعا باللي كان بيعمله كشري كده جول كده كل حاجه فوالله كنت واقف يعني يا جماعه اروح فين يعني هلعب ازاي هنا يعني هدخل التمرين ده مش الملعب بقى مش الماتش لا هدخل التمرين ده ازاي فكمل الفراوده اللي كانوا موجودين كانوا فعلا منافسه غير عاديه فكنت بتلاقي كل لعيب حريص في التمرين اكتر ما كان يبقى حريص في الماتش لانه في التمرين لو ما سجلش لا في 3 4 5 ثانيه موجودين بينافسوا اقوياء وعندهم اهداف ان هم يلعبوا وعندهم فكر ومركزين بشكل كبير جدا فدي كانت بتخلق دوافع كبيره جدا وتركيز عالي جدا عند الفراوده واحنا لما طلعنا كمان تاني اشتغل زي ما هم اشتغلوا بالظبط انقرضت حته رقم 9 مع مرور الوقت وتغيير في طرق اللعب تغيير طرق اللعب والتاكتكس يعني الفرود الوهمي والشادو سترايكر وانك ما بتلعبش 4 4 2 يعني كنا زمان 4 4 2 2 فراوده و2 احتياطي فبتدي فرصه للفرودين 2 جوه الملعب و2 احتياطي بره يعني انا افتكر في ماتش من الماتشات اقول لك الاتحاد الاسكندري ابتدينا الماتش 2 فراوده 3 انا وخالد بيبو ورضا شحاته 3 فراوده 3 اتغيرنا طلع خالد ونزل فاروق وبعد كده غير نزل كان مين كان تشيرنو ساعتها موجود في الـ في الـ في الاهلي برضو نزل ولعبنا تقريبا 5 فراوده اخر ربع ساعه كنا الاتحاد كنت انا كسبنا كان لازم 1-0 الاتحاد اتعادل 5 فراوده في الشوط الثاني طلعنا كسبنا 2-1 انتهى الماتش بفوز الاهلي 2 واللي جاب الجون تقريبا وائل جمعه حاجه زي كده وكان وائل جمعه برضه اخر 5 دقايق بيلعب فلا فطبعا كان زمان في فراوده كتير طرق اللعب
خلت المهام الوظيفيه عند الفرد مختلفه شويه. يعني تيجي تتكلم دلوقتي المدير احنا نسينا محمد فضل لما طلع في جيلك. محمد فضل اه محمد فضل كان معانا طبعا. محمد فضل كان معانا طبعا. فطرق اللعب خلت المفهوم عند الفرد نفسه يبقى مختلف شويه. يعني تيجي تسال فرد النهارده انت دورك ايه؟ يقول لك ان انا اوسع لزمايلي، اخلق مساحه للعيبه اللي جاي من ورا، اللعيبه الاطراف انزل انا تمام، اتحرك تحرك اللي هو اللي تحت شويه، فهم الاثنين يجوا يشتغلوا. فخلت حتى المفهوم عند الفرود مش ان انا اجيب جول، ما بقاش المقياس بالنسبه لي ان انا هسجل، لا أسيست. اللي جنبي بالظبط هيشتغل، هيسجله ازاي، هصنع ازاي. فدي ازمه كبيره جدا طبعا. فدي ودي اللي صنعها المدربين. هل أزمة دي اكذوبه على فكره يا باشمهندس، دي اكذوبه صنعها المدربين من وجهه نظري. يعني ظلموا بيها الفراوله. اه طبعا، فكره ان الفرود يبقى مهمته ان هو يصنع الاهداف ومش يسجل، اعتقد دي وده لازم يبقى فيه محطه. انت الكابتن فضل كان معاك في معاي. كاس العالم اللي لعبته في 97. اه طبعا محمد كان معايا في كاس العالم ولعب معايا، لعبت قدام رونالدينو في ماتش اسبانيا وكنا عاملين شغل كويس والله. يعني بس يعني ما انا جبته بقى، جبته النادي الاهلي من البطوله دي. هو جه صح، هو صح، هو مضى في النادي الاهلي ويعني انا لقيته بيلعب معايا بعد كده في الماتشات مع كابتن مختار مختار. دي كان تحت 18 سنه ساعتها، جبته من نادي الصيد. هو كان في نادي الصيد وراح منتخب. عندك عين برضو زئبقيه يا باشمهندس. لا انت شفته في كاس العالم. وبعدين هيتخطف هتستنى ليه؟ صحيح. اكيد صحيح صحيح. لا كان جيل كويس، جيل 97 مع الدكتور محمد علي الله يرحمه. طبعا يعني وصلنا، بس يعني ما كانش لنا حظ قوي. يعني احنا تعرقلنا شويه، يعني اصطدمنا باسبانيا وكنا والله عاملين ماتش كويس. هاني سعيد عمل بطوله كويسه. ايوه عشان كده هرب بعدها. بالظبط. هو اشرف ابو زيد قبل كده على ايطاليا كده هرب. انا فاكر الولد اللي خدهم ايطاليا وقعد قدام، قلت له انت فاكر انك بتخدمهم بس لا انت بتضرهم. وفي سنه رجع اشرف، وبعديها بسنه او سنتين رجع هاني سعيد بعدها. صح. هو للاسف طبعا، وهاني كان صغير اكيد يعني، فانت لما بيجي لك فرصه انت واحنا ساعتها انت مش مدرك يعني ما بيقدرش يفوتها. الدنيا هتمشي ازاي؟ هو للاسف هاني يعني ما كمل، هو لعب درجه ثانيه هناك اكثر من من سيزون. في باري لعب درجه ثانيه هناك. انا من وجهه نظري لو كان مشي بطريقه قيمه شويه كان ممكن يلعب في حته افضل. لو استنى سنتين كان يقدر يروح. كان يقدر لانه هاني كان متميز الحقيقه، كان لعيب بيلعب يعني بدماغه مش بدماغه باليد، يعني بفكره. عنده فكر في المركز بتاعه. وخد بالك هو هاني ساعتها كان برضو المركز مساعده شويه. ايوه زمان كان في ليبرو. طبعا انا النهارده لو ممكن انزل العب ليبرو وانت كده تلعب. ما هو ليبرو انت عارف زمان. وانا اقول لك انا انزل العب ليبرو دلوقتي. انت بتقولها كده وكانها والله العظيم والله العظيم انت بتقولها كانها دعابه. لا ده اول ما ابتدى الليبرو كان اللعيب السريع مهما كان سنه. كابتن الشربيني رجعوه من الوينج لعب ليبرو. الكابتن محمدين رجع لعب ليبرو. كابتن هاني من الوينج رجع لعب ليبرو. فهي كانت لعبه عايزه واحد سريع وعنده عين يقدر يوقف فين وبس. لو تحس انه مركز الكوره اللي هيبطل برضه يعني يريح شويه هنا بدل ما يقعد على الدكه يلعب ليه. في التسعينات برضه الميد فيلدر القوي لما بيقل شويه بينزل لتحت ليبرو. هادي. طب ما مش عايز اقول هادي. لا هادي قول. هادي خشب اول ما شطب لما كبر. اول ما استنزف. لا ما شطبش. لا استنزف لما كبر شويه. يعني راح نفسه خطوتين لورا شويه. ولذلك هي دلوقتي بقت مش موجوده وصعبه. طبعا صعبه. طرق اللعب بقت صعبه واللعب سريع. ما يقدرش اللعيب يفكر. من لا جوارديولا هو اللي عدى العالم والله. التيكي تاكا. طريقه اللعب دي والتيكي تاكا. بص في انديه يمشي معاها طريقه اللعب وفي انديه لا. ايوه كواليتي لعيبه. يعني انا النهارده بيبقى عندي صلاح وماني وفيرمينيو ماشي العب ب 4 3 3 او 4 2 3 1 في السيتي ماشي. لما يبقى عندي لعيبه صراع يعني زي رحيم ستيرلينج ويبقى عندي مثلا رياض محرز وعندي اجويرو قدام تمام او خيسوس العب ماشي. ميسي ورونالدينيو وايتو ماشي. لكن في انديه ما الامكانيات ما تسمحش بالكلام ده. وانت يعني انت طبعا انتوا اساتذتنا وشفتوا فرق كبيره جدا وطرق لعب مرت عليكم كتيره جدا وعارفين في انديه الكواليتي بتاعت اللعيبه ما ينفعش. اذا انت عايز تقول انك من مدرسه ان الطريقه بيفرضها كواليتي اللعيب مش المدرب. بالظبط. مش المدرب. طيب والمدرب الشاطر اللي طوع الادوات اللعيبه نفسها للطريقه اللي هو عايزها. انا هفكرك لا ده لو بينقيها بقى. انما لو هو جاي على فرقه ما يعندش
لا بس هو كل مدرب يبقى عايز يحط البصمه بتاعته ويقول انا جيت حطيت الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها. يعني النهارده انا يعني قليل جدا تلاقي فرقه بتبتدي او استحاله تلاقي فرقه بتبتدي ب 4-2-3-1 بس اثناء الجيم ممكن تغير تلعب ترجع ل 4-4-2 لان الجيم بيضطرك انك تلعب باثنين فراوده فبتضطر انك تغير اثناء الجيم. لكن البدايه بتاعته لازم تبقى 4-2-3-1 هو احنا عندنا فصل وحط بصمته انت سامع حاجه هنطلع فاصل عشان الشيف بتاعنا يحط بصمته هو كده بيتهيألي بيقول لي فاصل هنطلع لفاصل رجعنا لكم معانا النجم الكبير الكابتن محمد بلال لكن لازم نرحب بقى بالراجل اللي هيوكلنا لقمه حلوه ويسحرنا اهلا بيك يا شيف شيف محمد خطاب محمد خطاب دلعنا النهارده ان شاء الله معانا كابتن كبير عايزين يعني الرواق شوف هو بيدلع فيك عشان تدلعه يعني من الاخر كده كل سنه وانتم طيبين طبعا كل سنه وانتم طبعا كابتن كابتن بلال يعني لازم ما ينفعش تبقى قاعد الا في النقطه المثيره للجدل اللي بتتسالها كل مره صحيح. كان ليك راي في اللعيب الواعد اللي ما بقاش صاعد خلاص هو لعيب يعني وضع اقدامه بقوه كفيرويد مصطفى محمد مصطفى محمد لكن نشوف الاول نفكر الناس انت قلت ايه مع العرافه وبعدين نشوف هل الناس الخبراء اتفقوا معاك ولا اختلفوا مش لعيب كره مش انا راس حربه يعني بفهم في الحته دي الحته دي طب قول لي مصطفى محمد ناقصه ايه عشان يبقى راس حربه عالمي اشتغل على عرض كويس حسن من مهاراته اشتغل بره الصندوق شويه كده يبقى لعيب حلو يا حته الصندوق دي انت ماسكها على طول بره الصندوق اعمل ايه بره الصندوق يلعب على اطراف الملعب الكره ما بقتش جوه البوكس بس مش جوه ال 18 بس وانت تقدر تطلع بره الصندوق وانت راس حربه أنا انت جوه الصندوق انا عامل انا عامل اكتر من 70 اسيست عامل اكتر من 70 اسيست لزمايلي جوان الحقيقه من وقت ما الكابتن احمد بلال قال رايه في مصطفى محمد من البدايه يا باشمهندس كنصيحه فنيه من راجل مهاجم منتخب مصر ولما كان بيقولها كان بيقولها على سبيل النصيحه فجاه تحولت الامور الى حساسيه مطلقه مفيش برنامج اتفرج عليه الا لما الاقي هجوم شديد على احمد بلال ازاي يجرؤ ويتكلم بنصيحه عن الكابتن مصطفى محمد حتى لدرجه تشعر مين اكبر اكنه جابه في بلال كل ما يجيب جون في تركيا جابه في احمد بلال انا اقول لك على حاجه يا باشمهندس لا الناس بتكتب سجل الهدف والله مصطفى محمد يا احمد يا بلال لا ده انا عايز اقول لك على حاجه ان هو مثلا اول ما يجيب جول يعني لما راح تركيا وسجل هدف يعني شايلين جايبين هو بيشوط مثلا وشايلين الجول وحاطين صورتي انا تمام انت اللي بتلعب يا جماعه والله يا جماعه اي حل يا ربما ربما يا استاذ ابراهيم بصفته كان فيرويد غيران منه ربما بصفته اهلاوي مش لادد عليه فاذا كان ده صحيح تعالى قول لنا إيه انت جاي اذا كان الحقيقه فيرويد بيتكلم على فيرويد هتاخدوها بمحمل اهل وزمالك ده شانكم لكن ايه رايكم اللي قاله الكابتن احمد بلال هل اختلف على اللي قاله فيرويد تاريخي لنادي الزمالك بحجم الكابتن علي خليل وفي قناة الزمالك بالمناسبة نشوف أسامة فيصل ممكن يتفوق على مصطفى محمد بجد والله طبعا لأن يعني مصطفى محمد لاعب ثابت في مكانه ما فيش لعيب راس حربة يلعب ثابت في مكانه لازم يعني انت بتقول لازم مصطفى يتحرك كتير لازم يتحرك عشان يفتح ثغرات لزمايله لكن طول ما هو واقف كده ممكن مش هنجيب اجوان بس لازم يتحرك عشان يهرب من الرقابه طول ما انت تحت الرقابه يبقى عايز تدريبات فرديه كمان لازم تدريب فردي تمام تدريب فرد كتير ولازم يبقى عنده عامل السرعه ان هو لازم هيبقى ممسوك من لاعب او اثنين لازم يتفوق عليهم بالمهاره والسرعه تمام الله. لازم يتدرب على المهاره والسرعه ده انت كنت بتتكلم بجد بقى يا جماعه اللي اتكلم ده كابتن علي خليل وشايل ده شايله من اهلي بالظبط والله انا لا بس علي قال لك ما ينفعش يفضل واقف علي خليل يعني علي قال لهم انا افضل اسامه فيصل يعني كمان مش قال لك صلح عشان تبقى رقم واحد ده قال لك انا افضل فلان على فلان والله بص لكن انا بقول لك يعني انا جاي الحلقه ما اعرفش فيها ايه طبعا اكيد بس يعني ده انصاف غير طبيعي يعني بجد يعني انا بشكركم طبعا لان ده انصاف غير طبيعي وده انصاف من واحد بيدل على حسن يعني نيتك يعني بالظبط انا ما قلتش حاجه غير اللي هو يعني انت حضرتك سمعت انا قلت ايه من شويه دي حاجه فنيه تمام انا قلت كل اللي قلته ان الراجل ده محتاج يشتغل بره ال 18 شويه محتاج يشتغل عرض كابتن علي خليل قال لك ما ينفعش يفضل واقف لازم يتحرك طب تنصحه بايه في مسيرته الاحترافيه دلوقتي اللي ابتداها بقوه لكن بتشهد بعض الايه الخفوت شويه دلوقتي مش هتكلم على الاداء دلوقتي ولا هو بيعمل ايه ولا بيلعب ولا ما بيلعبش ان كلامي هيبقى ايه وقف في حته ثانيه يعني تمام لكن هكلم هديله نصيحه يعني
انت كلاعب اي لعيب في الدنيا كلها عشان يستمر لازم يطور من نفسه، لازم يطور من ودي نصيحه على فكره، ده مش ناقد يعني برضو لاي يعني فرود يعني بالظبط لاي فرود في العالم لازم يطور من ادائه شويه. مصطفى لعيب كويس جوه الصندوق، بيلعب النهار كويس قوي، لعيب عنده قوه جسمانيه رائعه جدا جدا جدا، ممكن يبقى يكون مستقبل مصر ويمكن وممكن يعمل لنفسه مسيره كبيره جدا، ولكن عشان يعمل كده محتاج بعض التطورات شويه في الاداء. محتاج زي ما قال كابتن علي وزي ما احنا قلنا قبل كده من سنه فاتت اتحرك، محتاج يتحرك على اطراف الملعب كتير جدا. تمام، يتحرك ويرجع طبعا مش بيتحرك يفضل واقف بره، لا طبعا محتاج يشتغل مع زمايله. يعني انا مثلا تابعناه كتير بحكم ان احنا بنحلل ماتشات الاهلي والزمالك ومتفرج عليها، قليل لما بتلاقيه بيشتغل بيصنع اهداف، قليل جدا. تمام، في الكره الحديثه زي ما كنا بنتكلم من شويه بتبقى مهم جدا للفرد ان هو يشتغل مع زمايله، يصنع اهداف، يبقى بره ال 18، يعمل عرضيات كتير، يعمل ثرو باس، يعني محتاج يشتغل الكلام ده بشكل كبير جدا جدا. طب بصراحه كده اتفضل فرصه في التطور ايه وانت شايفه فعلا؟ لان ناس كتير وانا منهم على فكره شايفين انه عنده قدرات هائله جدا. فرصه ان هو دلوقتي في توقيت مصر بدور على فرو، صحيح مظبوط، يقدر ينتهز الفرصه وعنده الوقت في الوقت القصير ده انه يلحق يطور نفسه وفعلا يبقى الفرود اللي مستنيه مصر. لو سمع الكلام وخد كلامنا على انه مش نقد، على انه نصيحه، وقدر ان هو يطور من نفسه بسرعه، لان خد بالك يا باشمهندس مشكله لعيب الكوره لو سبت لفتره طويله ما تستناش حد على وضع بالظبط، هتلاقيه يعني النهارده يطلع يعني واحد تاني. ما احترمنا يعني ربنا يكرمه ويوفقه طبعا، النهارده ما بيلعبش بقى له ماتشين ثلاثه ما بيلعبش. تمام، ليه؟ يعني كان المفترض انا جبت جول سجلت الثاني، المفترض ابتدي اطور نفسي في الاداء بقى، مش لان الكوره وضع طبيعي تديك ظهرها. النهارده انت بتشوط الكوره ممكن تيجي في العارضه وتطلع بره، واحد ثاني يشوطها تقع من تحت ايد الجول تخش جول، التوفيق وعدمه. لو ما حلفكش التوفيق ادائك لازم يحلفك في الملعب. تمام، لو ما حلفكش انك تسجل اهداف لازم ادائك يخلي الناس تسقف لك في الملعب. ممكن ما اجيبش جوان بس الناس تسقف لي، لكن لو ما جبتش جوان كاني مش موجود في الملعب. طيب خلينا ننتهز الفرصه، دي ازمه كبيره جدا. ننتهز الفرصه بقى وانت معانا فراودة النادي الاهلي دلوقتي. مبدئيا محمد شريف، رايك ايه ونصيحتك ليه ايه؟ محمد لعيب، محمد عكس مصطفى بقى، العكس خالص. شريف بيتحرك بره كويس، تمام، بيخلق نفسه فرص كويسه قوي لانه بيتحرك عرض كويس، بيتحرك طولي كويس قوي قوي قوي. بيعرف يستغل المساحات بتاعه الملعب بشكل كويس جدا ويهرب من فرق، ولكن شريف محتاج بقى يشتغل جوه البوكس كويس. هو عكس مصطفى شويه، العكس. القوه البدنيه بقى ولا موجوده، عنده قوه، عنده سرعه، تمام، لكن الهيدر محمد دي اللي انا بتكلم فيه. انه محتاج يشتغل جوه البوكس، يعني العرضيات، التحرك العرضي، ايوه، في الكرات العرضيه انه يشتغل بدماغه كويس قوي، يطور نفسه في الحته بتاعه الهيدر. يعني في فراوده كتيره جدا تالقوا ونجحوا ما كانوش بيلعبوا بدماغهم، تمام. على سبيل المثال رونالدو، يعني رونالدو الكبير مش كريستيانو، بس ده 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 خارق يعني للعاده، ده ما نقدرش نقارنه بحاجه، ظاهره. بس انت بتلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما في حاله هجوميه دايما. اوقات كتيره داخل جوه الجيم نفسه هتشتغل على اطراف ملعب كتير قوي. لما كنتش تستغل وتقدر تلعب بدماغك كويس قوي وتتحرك التحركات الصغيره القصيره القطريه داخل ال 18 هتبقى فيها، هتقابل مشاكل كتير جدا. اقول لك ملاحظه كده، شريف يفكرك شويه بازارو، طريقه كتير اللعب، لا كتير مش والامكانيات كتير كتير بس على اكثر دقه. هو اقل سرعه واكثر دقه، اقل سرعه صح، لكن اكثر دقه في تسجيل الاهداف. هو شريف بيركز كويس قوي، يعني دي ميزه عنده. حتى لما كان في انبي كان بيركز في كل الفرص اللي بتتيح ليه. يعني شريف في ماتش الزمالك فرصتين، اثنين فقط لا غير. المباراه اللي فاتت ثلاثه، واحده حطها جنب العارضه والاثنين ماشي يعني وعملها برضو. عملها بشكل كويس، يعني قصدي يعني ما بيضيعش الفرص السهله، ودي حاجه جيده جدا في الفرود، انك ما ينفعش تضيع السهل. انت بتدور على الصعب، يعني دايما تقييم الفرود انا سجلت كام فرصه صعبه، مش سجلت كام فرصه سهله. السهل الطبيعي، السهل الطبيعي ان اي حد يسجله. ازارو للاسف كان يعني بيضيع السهل والصعب. تصور مستر فايسا، عارف يا كابتن احمد، مستر فايسا كان له راي تاني، كان بيقول سالته، كنت بكتب وقتها في المصور، ايه الفرق بين اللعيب المصري والاجنبي، وتطرقنا الى الفيرو تحديدا، يعني ايه اللي ناقص الفيرو المصري؟ قال لي القرار. قلت له ليه؟ قال لي الفيرو المصري بيخاف من الفرصه السهله لانها عليها مسؤوليه، فبيقعد يفكر ويتردد فيها فبتضيع منه. الكره الصعبه بيجيبها لانه بيلعبها على طول بالغريزه، مش بالفكر.
فلما بتيجي بيبقى جون حلو قوي، هو بتبسطه وبتخرجه من المسؤولية. لكن الكرة السهلة زي ما انت بتقول لازم الفيرويد يجيب السهلة، تعرف حتى في التنس، لأنه حتى في التنس كده يا باشمهندس، يعني لعبة التنس لما تيجي تسأله يقول لك أصعب كرة بالنسبة لك إيه؟ يقول لك الكرة السهلة، الكرة الفاضية، يعني فاهم قصدي؟ الفاضية، الكرة الفاضية اللي هي مش ما فيهاش قوة، ما فيهاش قوة، دي 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 اصعب دي مشكله. اه طبعا طبعا كنت لعبت نستوله وهي كنا اقوله فضيله طريله الكوره فضلها تطير في الهواء. يعني لما لعبتهاش بقوه لعبتها بالراحه يجي هو داخل بقوه تلاقي الكوره طارت في الهواء. صح، ده كلام علمي وكلام مظبوط جدا. ده شريف بواليا، بواليا لعيب كويس، هو دخوله بس كان كان في مشكله شويه في توقيت الدخول. توقيت الدخول من وجهه نظري، يعني هو لعيب كويس، لعيب عنده امكانيات، قدراته حلوه قوي. انا تابعته السنه اللي فاتت مع الجونه، بيسجل اهداف، يعني بيسجل جوه ال 18، ده اللي بيسجل اهداف، بيسجل جوه ال 18 ومن بره ال 18، وبيتحرك كويس قوي وسريع وعنده سرعه وبيشتغل في الهجمات المرتده كويس وعنده جدا وعنده كل المهارات. هو ينقصه الثقه، الثقه. اه طبعا الفيرود عباره، انا من وجهه نظري الفيرود عباره عن كوكتيل ثقه كده، يعني يعني طبعًا لازم تديله ثقه كبيره جدا عشان ينزل عشان قرار عشان على فكره عشان القرار. يعني بوليا في اوقات كتير جدا محتاج، يعني المباراه اللي فاتت لما قبل اللي فاتت لما نزل من غير ضغوط، واحده بيشوط الثانيه برده رقص وعملها وشاطها كويس من جنب العارضه. المباراه اللي قبل اللي فاتت، مش اللي فاتت، اللي هي قبل الزمالك على طول، اللي سجل فيها هدف وعمل واحده من جنب العارضه عشان سبه، عشان مفيش ضغوط، مفيش ضغوط عليه. هو مشكلته لما جه يعني حملنا مسؤوليه على طول، حط في رقم واحد، وكان شريف بيلعب ومسجل اهداف. فانت لما بتجيب واحد يلعب على واحد هو اصلا كان بيسجل اهداف وموفق، بيبقى دايما عايز انه يثبت يعلى إن عليه بالظبط، ان هو يعلى عليه بلغه الكوره زي ما قال باشمهندس كده. هي دي كانت المشكله كلها، لما ما سجلش اول ماتش، تاني ماتش، تالت ماتش، ابتدت الثقه تقل شويه. تقل اللعيب كره القدم والفيرود بالذات، لان هو في مكان حساس زي ما قال باشمهندس، عشان اخد قرار، القرار ده انا بفكر اللعيب المضغوط بيفكر في الجمهور والكلام والاعلام والمدرب هيقول ايه من بره، تمام؟ لكن اللعيب اللي عنده تركيز وعنده ثقه في نفسه هو بيفكر في قرار واحد بس، ازاي هجيب جول. مش ازاي يعني مشكله بواليا لو ضيعت هيحصل ايه، مش لو جبت، انما مشكلته لو ضيعت هضيع ولا لا، المسؤوليه اللي بيقول عليها فيصل، هضيع ولا لا. يعني هو بيخاف انه يضيع، تمام، بيفكر لو ضيعت هيحصل ايه. لازم يتخلى عن الحته دي، لازم يتخلى، يتحرر، لازم طبعا يلعب لعب وهو باخته باذن الله. اللعيبه يعني دي كانت بقى شخصيه في لافيو في عز الهجوم عليه، اول ما جاب جولين ولا كان حد اتكلم عليه. خلاص بالظبط، كمل. انت عارف يا كابتن بلال، مساله القرار بيجسدها مين بشكل عبقري؟ محمد صلاح. ليس الامهر على مستوى العالم، مش هيعمل لك ترقيصه لذيذه، صح، ولا هيوقف لك مش عارف على صدره ازاي يعملها، ازاي من احسن الناس اللي بتاخد قرار، لكن مش هتلاقي له قرار تقريبا غلط، صح، بره 18 او جوه 18، صح، مظبوط. فقدرته بسرعته دي على القرار السليم مميزاه، حطاه بين احسن لعيبه في العالم. ولما تيجي تقيسه مهاريا مع ميسي ما تلاقيهوش، وما تيجي تقيسه مهاريا مع كريستيانو ولا نيمار ولا، لكن هتلاقيه احيانا إجابي. اهم من كل دول ايجابي اكتر اكتر من اي حد ايجابي. هو وصلاح كمان طور نفسه في الحته دي بشكل كويس قوي. يعني صلاح دايما ابتدى لما يشوف زاويه مفتوحه للتسجيل او للتصويب ابتدى يشتغل عليها. يعني انا دايما كنت بقول للناس، بقول يا جماعه انت لو ما حاولتش مش هتجيب. يعني الفكره كلها انك لازم تحاول، القرار بس انك تحاول، يعني لازم طالما اتفتحت عندي زاويه لازم احاول، لان انت لو ما شطتش مش هتجيب جول. طب هجيب جول امتى؟ هجيب جول يعني وانت بتباصي لتحت، وانت بتباصي بالعرض. يعني انا كنت بقول الماتش اللي فات على طاهر، محمد طاهر عمل مجهود رائع جدا وعمل كورتين في منتهى يعني روعه، تمام، فيهم واحده اللي عملها تشيب باص دي، تمام. طاهر برضو انا اتمنى من طاهر، يا ريت يكون بيسمعنا، انه يبقى يعني ريسكي شويه عن كده، تمام، لانه لو اجرأ، عايز اقول اجرأ بالظبط، اجرأ شويه عن كده. هو جريء على فكره، عمل كده هيبقى من افضل اللعيبه الموجوده في مصر، لان هو عنده الامكانيات وعنده القدرات، يخاطر بعض الشيء بالظبط، يعني يخاطر، لازم يخاطر اللعيب، لازم يخاطر. هتجيب جول ازاي؟ طب يا كابتن بلال، ما دي برضه زي ما بنقول للعيب، ما تيجي نطلب من الناس اللي هي مسؤول عن زرع الثقه او صاحب الثقه من اللعيب، اللي هو السوشيال ميديا والجماهير المحبه لدرجه القلق. الجماهير ساعات بتتفرج وهي قلقانه بتحط قلقها على اللعيب، صح، تحمله مسؤوليات، مع انك انت في لو حررته من هذا القلق ممكن يبقى يعمل لك اللي انت عايزه اكتر، صح. فما تيجي نطلبها من الاثنين بقى، يا ريت. جمهور الاهلي يعني بالمناسبه يعني جمهور طماع جدا،
جدا، عايز كل حاجه. يعني الماتش اللي فات عايز ارجع الماتش اللي فات، انا بشوف ان من افضل الماتشات اللي الاهلي لعبها السنه، احسن ما احسن ماتش لعبناه. سجلت هدف رائع جدا، ضيعت 9 فرص محققين، انت الافضل طول المباراه. يعني لولا يعني مش عايز اقول عدم المسؤوليه، بس يعني عارف انت دي اللي خضرتها سهوله المباراه، خضرتها بالظبط كده. انت النهارده وصلت لدرجه ان انت بتهاجم 9 لعيبه وموجود في 18 لعيبه، والجول بتاعك في نص ملعبك، وجمهور الاهلي طالع مش عاجبه الاداء ومش عاجباه النتيجه. ده وضع طبيعي، جمهور الاهلي مش عاجبه الاداء، لكن المهندس عدلي عاجباه ريحه الطعميه. نطلع لفاصل ونروح له، وبعد الفاصل ننتقل للشيف محمد خطاب بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم معانا الشيف محمد خطاب، وسحور بالهنا والشفاء كابتن بلال. في الفاصل قبل ما المهندس عدلي ينشغل بالطعمية، لا معانا الشيف ابراهيم المناسي. استنى لحسن، انا اللي قدام الاكل. هو قدامه هو موصي على طبق اومليت، واخد بالك؟ لا ما تسويهوش. طيب واحنا دلوقتي هو اللي هيعمله هو. لا واحنا بنتكلم يا كابتن احمد في طيب اللي جاي، يعني احنا يمكن في البدايه عرضنا عدد الماتشات اللي الفريق المفروض يؤديها خلال شهر، 9 مباريات شهر منهم. طبعا منهم من ابتداء من ماتش انبي يوم السبت لغايه لما هتلعب ماتش نهضه بركان على السوبر الافريقي. السوبر الافريقي في خلال شهر يا باشمهندس 9 مباريات، منهم 3 مباريات في افريقيا. انت كمان عندك انبي بعد بكره، ثلاث، انت ماتشين في دور الثمانيه، يعني في دور الاربعه، تلعب الاربع خميس جمعه، انت مش هتعرف تريح، مش هتلحق. انت عايز بقى، انت عايز 30 لعيب جاهزين و30 لعيب كلهم يكونوا بيلعبوا عشان تقدر طب ايه الوضع يعني عشان تقدر تستمر في الاصابات. بص، وانت حتى لما هتقف اللعيبه دي هتروح المنتخبات. بص، في مسؤوليتين هنا ناحيه، في مسؤوليه على المدرب طبعا. احنا طبعا يعني في مسؤوليه كبيره على اتحاد الكوره والجدول والزنقه اللي اتزنق، بس ده قدر البطل يعني. يعني الاهلي بيلعب بطوله افريقيا طبعا، وهيلعب السوبر، ولعب السوبر الافريقي، ولعب كاس عالم الانديه، وفني دوري ابطال افريقيا. ده قدر البطل يعني، الاهلي في حته مش موجود في اي حته في مصر. وناس بتزعل لما بنقول الكلام ده، بس دي الحقيقه. عارف يعني الناس بتزعل لما بنيجي نقول يا جماعه انت بتقارن مين بمين. ما ينفعش تحط مقارنات. انت فرقه بتلعب طول السنه، وفرقه بتلعب كل اسبوعين ماتش او على حسب ترتيب الجدول. عاجبك الاومليت؟ صاحبك خد الاومليت وهينساك، لو في حته ثانيه هيبيعك. كلموا بعض انتوا، بقول لك خليكم انتوا مع موسيماني بقى، لو في حته ثانيه خليكم انتوا مع موسيماني. لا وباشمهندس موصيل بعد من اول طبق، بعد من اول طبق. انتوا بتتكلموا انا عيني على الاومليت. هو عايز مستوى، لا هو مش عايزه، مش عايزه مستوى، عايزه بمواصفات معينه. خاف تعمل فيها زي المره اللي فاتت، تنسى الطعميه ودي بقالي عباره عن قوالب طوب. فالنهارده مستر موسيماني لازم الروتيشن بقى، التغيير في اللعيب. تمام. لازم يغير كل ماتش على الاقل 3 لعيب. على الاقل 3 لعيب. يعني الموضوع بيبقى صعب، عمليه الانسجام. ما هو الروتيشن بقى، ما دي اللي كابتن بلال كنا لسه بنتكلم. انت عايز تعمل روتيشن، مش عايز لعيبه مصابه بقى طبعا، انما انت بتعمل روتيشن اضطراري بناء على الاصابات اللي عندك. صح. هو الراجل لو عنده كل لعيبته ما كانش هيبقى عنده ازمه على فكره. صحيح، مظبوط. كان هيعرف يجهز ويزق واحد ورا الثاني، لكن تقعد تغير بس خط الدفاع بالكامل يتغير بالكامل. رامي ربيع رجع، وده شيء جيد. سعد سمير برضو رجع، وده شيء كويس. بس انت بتضطر انك تلاعب اللعيبه زي ما قال باشمهندس غصب عنهم، يعني مش جاهزين. ايوه، يعني انت رامي لعيبته الزمالك ومش جاهز، يعني رامي ما خدش ماتشات حتى وديه قبل الزمالك. تمام، بس خلاص اتحط في موقف، وكان راجل في ماتش الزمالك وعمل ماتش هايل جدا، لعبه بالخبرات. بنعول على شخصيه اللعيبه، شخصيه اللعيبه والكاريزما بتاعتهم وشخصيه النادي الاهلي. لان خد بالك انت المسؤوليه اللي بتحطها عليهم شخصيه النادي الاهلي. تمام، دي مسؤوليه بتخلي اللعيبه تطلع الطاقات اللي موجوده. يعني احنا الماتش اللي فات محدش يتخيل ان الاهلي هيبقى بالمستوى ده. المستوى الجيد يعني، انا ما هتكلم، انت اتغلبت خلاص مش مهم، بنتكلم على الاداء. احنا بنتكلم على بعد الزمالك، اجهاد جامد جدا طبعا، بتلعب بعديها بثلاث ايام. فانت متخيل نواقص، عندك نواقص كتيره جدا، فانت متخيل انك تروح ماتش سموحة هتبقى قليل. هم اللي هيسيطروا، وهم اللي عندهم السرعات، وهم اللي اجهز بدنيا، وهم المفترض ان يكونوا الافوق. لكن انت غيرت المفاهيم دي، هي دي شخصيه النادي الاهلي بقى. تمام، اللي بتفرض نفسها وبتفرض نفسها على اللعيبه بتاعتها كمان. يعني تخلي اللعيب عندك نازل
هو متحمل مسؤولية تمام؟ فده اللي حصل، لكن جزء كبير جدا برضو على اللعيبة. اللعيب لازم يراعي ان هو عنده ماتشات كل 3 4 ايام، كل 48 ساعة كمان. عملية الريكفري ان هو يريح الاستشفاء، يعملها بشكل كويس جدا، يحافظ على نفسه بره الملعب اكتر مهمة بكتير من جداً طبعاً. جدا 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 جدا. وبره الملعب يا جماعة معناه ايه؟ مش انه بيتصرف غلط. لو سهرت في البيت انت كده ما حافظتش على نفسك. لان النوم علميا كل عمليات الاستشفاء بتتم وانت نايم، يعني وانت صاحي كده الخليه بتموت في الحته اللي انت ضربتها عشان ترجع تجدد نفسها وانت نايم، مش وانت صاحي. عمرها ما الخليه تجدد نفسها الا في النوم. فانت عشان تعمل الريكفري تتمرن كويس قوي، ده شغل وراثه بقى من الكليه، يعني ده 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 علم. انت محتاج انك انت تنام كويس جدا. السهر عدو اللعيب. صحيح، سهر عدو اللعيب. حتى لو سهران بتتفرج على التلفزيون وبعد قافل ما انت بتبقى سهران في البيت، انا ما بقولش بتعمل حاجه غلط، بس جسمك ما نامش في التوقيت السليم. ايوه. النقطه اللي انا عايز اكلمها يا كابتن بلال، اللعيبه لا هي ملائكه ولا هي شياطين. صحيح، لا هي حاجه كامله و و و و ولا تخطئ. يعني اللعيب اول ما يعمل حاجه صح الجمهور يديله نوع من القداسه. ايوه صحيح، ولا يتوقع منه يعلي قوي قوي. اول ما يغلط يخيب امالهم فيروحوا بسرعه زي غلطه الشناوي. يعني انا برضو يعني ليا يعني كومنت، يعني تعليق صغير. يعني انت النهارده بتلعب دوري عام، في بتلعب تقريبا حوالي 38 ماتش تقريبا، يعني مش كده؟ وارد انك تتغلب طبعا، ده اكيد مش هتكسب ال 38 استحاله. ده رقم واحد. رقم اثنين، اللعيب وارد انه يغلط، ده 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 اصل كره القدم اساسا. انت لو لعبت الصح كله هتجيب 100 جول في الماتش. أيوه. لكن وارد انك تغلط في كوره الثانيه، وارد انه يبقى خطا كبير، وارد انه يبقى خطا صغير. فكون ان الشناوي غلط غلطه تمام، ده مش معناه ان هو بقى اوحش لعيب في العالم او بقى ما يستحقش ان هو يكون موجود او او, أو كل الاقل. خد بالك انت بتسمع على السوشيال، بتشوف على السوشيال ميديا حاجات افوره يعني غريبه جدا جدا جدا. يا جماعه الراجل ده افضل لاعب في مصر، مش افضل حارس. صحيح، افضل لاعب في مصر محمد الشناوي. تمام، ممكن في بعض الاوقات تفقد تركيزك. ما هو ده اللي بنقوله. بص، ما فيش لعيب ان انا اخده انه العلامه الكامله، يا اما مش 100% يا اما زيرو. يعني عندنا اللعيب لما يضيع ماتشين ثلاثه عايزين يخلصوا منه ويبتدوا يهاجموه بشكل، لا، اللعيب الكوره حسب حالته النهارده وتوفيقه النهارده وفي اللحظه دي ودرجه مسانده زمايله ودرجه ثقه مدربه فيه، وبعدين في النهايه في المجمل التوفيق العام بقى بتاع اليوم. فالنهارده ممكن لعيب يضيع فرصه وفرقته تخسر الناس تفتكرها له، لكن لعيب تاني يضيع فرصه فرقته كسبان اربعه محدش يفتكر، ها، وهو جاب منهم جون، يبقى نجم النجوم. فاللي انا عايز اقوله بالراحه وخلينا موضوعيين، ومش ضروري كلنا نبقى كوتشات وتعمل اللي في دماغنا احنا. مفيش اتفاق حضرتك انا وانت، بس عم محمد خطاب عمل لك اللي انت عمل اللي انا عايزه اللي في دماغك، وهو ده اللي انا عايزه من الكوتشات. في اتفاق على الاومليت. لما نقول حاجه يلتزموا بيها ما ينشغلش دماغه لوحده، يخدم على الفيروت، يخدم على الفيروت كويس. هو مخدم على الباشمهندس كويس. الحقيقه النهارده يا باشمهندس وصل للقاهره الرئيس الجديد للاتحاد الافريقي موتسيبي، استقبله المهندس هاني ابو ريده والمهندس احمد مجاهد، وكانت لفته طيبه جدا انه الراجل حرص يروح للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في بيته عشان يهنيها على سلامه نجاته بعد حادث السياره اللي كان تعرض لها. زار الدكتور اشرف صبحي في البيت ورحب بيه الدكتور اشرف صبحي في مصر وتمنى له التوفيق في بدايه عمله، وانه يسهم فعلا بمجهوده الكبير في تطوير الكره الافريقيه. والله احنا نعول على الراجل ده، جاي من دولة كروية عريقة، أحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي. أوه. جنوب أفريقيا مع مصر. أيه. والسودان وأثيوبيا. مش أثيوبيا برضو؟ الأربعة اللي أسسوا الاتحاد الإفريقي. وأعتقد أن إحنا نعول عليه أن هو فعلا الكرة الأفريقية تتظبط
صح. تتظبط صح يعني ايه؟ ما يبقاش فيها مراكز قوه، ما يتقالش نفوذ فلان الفلان في الاتحاد، ما نسمعش الجمله دي، لكن نسمع سياسه بتطبق على الكل ونشوف علاج حاسم لازمه التحكيم الافريقي. ازمه التحكيم الافريقي، وعلى فكره نفس الطلبات اللي بنطلبها من الاتحاد المصري. والله العمليه سهله جدا، احنا مصعبينها لان مفيش اراده ان ايه نغمض عينينا. اراده الحاكم المصري في القمه ونجحت. وادى بشكل كويس يعني صراحه. كابتن احمد احنا كنا سعداء جدا بيك. ربنا يخليك استاذ ابراهيم، ربنا يكرمك، ودايما متالق ودايما مستمتعين بتحليلاتك دايما. ربنا يخليك يا رب. انا سعيد بيكوا يعني دايما اساتذتنا طبعا، وتبقى حاجه شرف لينا ان احنا نبقى موجودين. انت غالي علينا وانت حاجه قيمه كبيره يا كابتن احمد. ربنا يخليك، نورتنا. ربنا يخليك يا باشمهندس. طيب استمتعنا مع حضراتكم في الاهلي في رمضان في لقاء الخميس. الخميس الجاي في مفاجاه مهمه ان شاء الله. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. كل سنة وانتم طيبين وسحور طيب بإذن الله. تصبحوا على خير.